تواصل الاداره العامه لتنفيذ الاحكام والعقوبات البديله بوزاره الداخليه تواصل جهودها في مجال تنفيذ احكام القانون على من تنطبق عليهم المعايير القانونيه والتي يتم تنفيذها بدقه متناهيه بالتنسيق مع النيابه العامه. وعبر عدد من المستفيدين من برنامج العقوبات البديله عن فرحتهم البالغه في اعطائهم الامل في تغيير حياتهم الى الافضل والفرصه لبدايه حياه ايجابيه. تبقى التوجيهات الملكيه الساميه زادا ومعينا للملف الحقوقي المشرف الذي تتباهى به مملكه البحرين كون مبادئه نابعه من تراث مملكه البحرين وقيمه في مجال حقوق الانسان وفي هذا السياق يمثل مشروع العقوبات البديله قيمه مضافه لهذا الملف وليس تطبيقه على مجموعه جديده من النزلاء الا دليل للمضي قدما لتحقيق المزيد من النجاحات الحقوقيه. اسماء ايات التهاني والتبريكات نرفعها الى الملك والى ولي العهد والى وزير داخلية. الله يحفظ ان شاء الله ملوكنا وييسر اموركم ان شاء الله ويوفقكم فرحتونا الله يفرحكم. اشكر جلاله الملك واشكر ولي العهد واشكر وزاره الداخليه على المجهود اللي بذلوه الكبير. ويعطيكم العافيه ومبارك علينا العيد والعيد عيدين اليوم ان شاء الله بس الحمد لله نجت فرج من الله والله يعطيكم العافيه على الفرصه هذه نشكر جلاله الملك ونشكر ولي العهد ووزير الداخليه على هذه المكرمه شعور جميل ان اكون مع البيت والاهل والوالد والوالده موجودين صوبي واحسن من القعده يعني بروحي واشكر جلاله الملك على هالمنحه والمكرمه العظيمه اشكر وزير الداخليه ووزاره الداخليه كلها واداره الاصلاح والتاهيل يعني ما قصروا في وان شاء الله نكون نقدر نخدم في المجتمع اشكر جلاله الملك ولي العهد وزير الداخليه على هالمناسبه اللي حد فيها عيالي واحفادي اشكر جلاله الملك ولي العهد معالي وزير وزير الداخليه على المبادره الطيبه واعطانا الفرص وان شاء الله يعني اول ليله بتكون مع الاهل راح نستفيد من هالتجربه واللي عرفناه ان دائما في البحرين في فرص إن النتائج الإيجابية المتحققة في هذا المشروع الحضاري تؤكد أن مملكة البحرين تسير في الاتجاه الصحيح على مجابهة جميع التحديات بفضل حكمة جلالة الملك المعظم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله وحرص المجتمع البحريني على تعزيز التسامح والتعايش والانفتاح على الآخر نقلة نوعية وإنجاز مشرف في مجال حقوق الإنسان من أجل بداية جديدة للمحكوم لإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين